بالنسبة ل ريزوليسيون القرار اللي قبل الاتحاد الاوروبي، انا بعد اللي لافت نظري فيه وشين عندي ثلاث ملاحظات نبغي نقولهم لكم. الملاحظة الأولى كونوا يقول بأن التعليم عندنا بأنه فيه سيغريغاسيون، معناها فيه قوانين أرخص. اللي شفت في القرار هذا الجانب اللي يتعلق بتصنيف موريتاني فيه عنصرية في التعليم، معناها فيه مجموعات من الشعب الموريتاني ممنوعين عليهم المدارس، ما يقدروا يقراوا فيهم المدارس اللي تقرا فيهم الناس كامله. وهذا بعد شخصيا شيء عندي لا بي اللي ماني عالم به ولا ماسين انه حق بي اللي في الستينات ما حد المدارس قليلين وينفتحوا مدارس يقولوا مره للشيوخ ومره لكذا، كانوا الموريتاني يلموا يروقوا اولادهم ويجيبوا ارواقيش اخرين يدخلوهم في بلده في بلد اولادهم. وعقب ذاك في المرحله اللي قرينا احنا بعدها وفيها ما قد شفنا مدرسه موريتانيه راد رقاش على ملت انه من فئه والله من 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 جزء من السكان معين. وبالتالي هاي المعلومه المغلوطه ظاهر لي بانها من المسائل اللي الله ثبت مدى عند الاوروبيين بعد انها كذب. المساله الثانيه هون فيه فقره ما اللي تقول بان خالقه فئه من الشعب الموريتاني هون ممنوعين عليها بعض الوظائف. انا نبقى نعرف شنو الوظيفه في موريتاني هون اللي ممنوعه بحكم القانون على نوع منه، والله ما قطعت فيها ما خارج نوع منه خارجين وظائف ما قطعت فيهم. شخصيا معتبر انه رئاسه الجمهوريه وحدها هون تقد تعود ما قطعوا فيها ارواقيش من مختلف الفئات، يا غير ذاك باسبابه ولا ظاهر اللي بعد القانون يقول الدستور كونه رقاش مسلم وعنده من 40 سنه فما فوق وموريتاني. ماني عالم شرط ثاني مقيول في الدستور. وبالتالي ظاهر لي ماني مطول عليكم من هون حاله اخرى ولا انتين كيف هذا، وظاهر لي ان الجهات المعنيه يسوى في البرلمان ويسوى في الحكومه ويسوى في الاحزاب ويسوى في المجتمع المدني هذا الاغلاط اللي كذب واللي تصور موريتانيا انه كيف جنوب افريقيا في زمن الابارتايد. يا الله ما بدات عدل من الحال لين يثبت العاد خالقه وفايتتنا تعود معلوم به. والله يعود الاوروبيين هم اللي سوقوا على مده وقالوا ها هذا في لا ريزوليسيون اللي صادره اليوم. السيد الرئيس نبقي فقط نسول سؤال واحد ملي عن شنو السبب موجه طبعا السيد وزير الداخليه والجهات المعنيه بالموضوع، شنو هو السبب كون موريتاني تنتقل فيما يتعلق بمساله الرق تنتقل من قرار كان وثيقه رسميه للامم المتحده مؤسسه على رابور بوسيل لا تعودوا تعرفوا، تنتقل منه الى تعود عاد الاعتراف حالا عند الجهات كيف الاتحاد الاوروبي والامم المتحده معتمد على هذا التصنيف الاخر اللي صادر عن منظمه ينقال لها جلوبال ماني مذكر اسم المنظمه، غير المهم انه عاد هو الوثيقه الرسميه للامم المتحده وهو كانت معتمده وثيقه اخرى ويختلف مضمونها عن هذا المضمون اللي مؤسس عليه القرار اللي قبله الاتحاد الاوروبي. وشكرا.